الرحمن الرحيم. تحية السيد الرئيس، تحية السيد ممثل السلطة المحلية بالتحديد، تحية السادة الأعضاء، تحية المناظر الإعلامية المحلية، تحية الحضور الكريم. السيد الرئيس، يعني نتكرر نفس الأخطاء أنت بدا نتعاود نتفهم واش هو الزاق، الزاق ما راكش القانون وحدش، واش القانون غار الجماعات المحلية ككل الطباخ في الجماعة نحن اليوم أنا توقعت القانون واش مادة 37 تذكرش أنه يعني الرئيس هذا السقال الدعوات قبل 3 أيام من إعقاب الدورة، مش نسقال الدعوات نهار الثلاثاء الخميس عند الدورة، يعني النهار ونفهم والو، حتى السلطة المحلية تحمل المسؤولية كاملة، لأن السيد ممثل السلطة المحلية كان عليه أنه ينبه السيد الرئيس إذا ما كانش كيفهم في القانون، إلا تيفهم ما غاديش يستحمرنا حنا كأعضاء، وما يستحمرش الساكنة، وما يستحمرش الرأي العام المحلي، أنه الدورات كاملين ينكع الجهة القانونية السلطة المحلية تفرج. إذا ذلك أن ربما السيد رئيس الدائرة ممثل السلطة المحلية هذه كي خدمة النس مش تقل رؤساء يعني ممثلين المغنيين لجميع الجماعات. وثالثا ثانيا أن النقطة الأولى المحوطة لقيت في ظرف الثويت من هذا شهر ما ثلاث شهور ترفض لاسباب موضوعيه وسيت قلت تعاود شو وفي مخوالو. النقطه الثالثه اللي نزع الملكيه تقد تعاود اتخذ في مقرر بالاجماع لان شهر 11 وقت النير تعاود ثم الزرخو وفي مخوالو. اذا دا نازو جواب السيد الرئيس وشكرا. أما هذه اليوم ماشي حنا اللي عاودنا لها، ماشي حنا، هذه رسالة جات، حنا لابد يعني غادي نتفقوا أن الرسالة جاتنا ضروري غادي نديروا الدور في كل الأحوال، يعني ماشي حنا اللي درناها سبحان الله، أنا غير كنصحك. أما الدورة العادية اللي درنا فيها النقطة ديال المحوتة، حنا اللي برمجنا بطبيعة الحال، حطيناكم على على شكل يعني اتفاقية شراكة من أجل يعني إنجاز المحوتة بالسوق ديال الشتاء. اما المرة الزوجة اللي هو اليوم فهذه رسالة جات من السيد العام الماضي فكان يكون رسالة فهو اللي هذه المحوتة دائما ربما ما كانش فهو اللي كيبيع الحوت بزاف تقريبا في الاقليم بالتالي حتى الغرفة ديال السيد بحري راه عطات الموافقة ديالها باش انها ان شاء الله تمسس لنا هذا السوق هذا وتدخل معنا في هذه الشراكة هذه. فيما يخص يومين او ثلاثة ايام ديبوتي ديال سميتو راني معك بلا تحمل يعني معك 100% نسجلوا هذه النقطة لأن كانت يعني في أنا ما عندي حتى الاستدعاء يعني عباد الله السيد طمع زعما كل زعما صراحة إنسان غني ما حدث والله ما فهمت إلا يوم الخميس خرجت يوم 19 يوم 22 يمكن ولكن مسجلة النقطة ديالك مسجلة ما ذلك ما قلتلكش لا نقطة مسجلة أنه هو يعني ما جاتش في الأجل المنصوص عليه في القانون هذا هو اللي كاين. إذا لإعادة دراسة اتفاقية شراكة من أجل إحداث سوق السمك في المدينة والمصادقة عليها هذا هو اللي عندنا في الأخبار إذا كان شي مداخلة تفضل أسامة.